اهلا وسهلا اعضاء مادنس فيبر جروب ومادنس فيبر شانل. رجعت لكم النهارده بفيديو جديد من سلسله فيديوهات الهاردوير على القناه. وبجد الجهاز اللي معايا النهارده عجبني جدا، وبجد هو يعتبر بالنسبه لي طفره في عالم الفيب او حاجه جديده في عالم الفيب، وده اللي شدني ليه وخلاني على طول عايز اعمل له ريفيو وامسك الجهاز ده في ايدي واشوف ايه امكانياته عشان اقول لكم تجربتي فيه. معايا ومعاكم النهارده اول بود مود ار بي ام 40 كيت من سموك. تعالوا نروح نعمل لها انبوكسنج ونرجع نتكلم عليها مع بعض، يلا بينا. واخيرا اللحظه اللي ناس كتير مستنياها وهي الانبوكسنج لسموك ار بي ام 40 كيت. طبعا كالعاده اللوجو بتاع سموك قدامك، وطبعا المود بتاعك او البوت بتاعك هنا مكتوب لك فاريبل واتج، يعني الوات بتاعك بتقدر تتحكم فيه. وهنا عندك اللوجو بتاع الفاست تشارجنج، وهنا 1500 ملي امبير ساعه البطاريه بتاعتها. وتحت العلبة مكتوب The Real Pod Mod، وهنتكلم على البود مود دي RPM 40 Kit، واحنا معانا اللون الرينبو. طبعا هي نازلة بألوان كتيرة جدا، بصوا الصورة ألوانها شيك 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 بجد. الدوائر الحمراء اول حاجه بيقول لك الار بي ام مش كويل، تاني حاجه بيقول لك نورد دي سي او 0.6 اوم، ده معناها الدايركت لانج كويل بتاع النورد. تالت دايره بيقول لك الار بي ام اند نورد بود انكلودد، لان كل كويل فيهم ليه بود مختلف عن التاني. نيو اي كيو ار تشيب، ودي هقول لكم عليها ايه المميز الجديد اللي فيها. جناب العلبه ما فيهاش اي حاجه مهمه، هو ده الجنب الوحيد اللي مهم بالنسبه لك اللي فيه السكراتش كود بتاعك. وعندك طبعا العلامة المائية بتاعت سموك اللي هما الاتنين اس اللي بيلفوا حوالين بعض دول. ظهر العلبة RPM 40 kit والانكلودينجز اللي موجودة جوه واللي احنا هنستعرضها مع بعض دلوقتي. خلونا نفتح العلبة مع بعض. العلبة هتزق ده كده، هتطلع لك علبة بيضة مكتوب عليها سموك، علبة شيك جدا وقوية. تفتح العلبة، ده الكواليتي كنترول باث بتاعها، وده شكل الكيت بتاعتك في العلبة. الاتنين بود، واحد بتاع الـ RPM وواحد بتاع النورد، جواهم كل واحد الكويل بتاعه. الكويلات هتشوفوها دلوقتي مع بعض وهقول لكم الفروقات ما بينهم. عندك الـ USB كيبل وعندك البود مود بتاعتك. خلونا نبدأ الكلام على الكارترج بتاعتها او البود بتاعتها. كل واحد جواه الكويل بتاعه بري انستولد. اول واحد اللي بالاحمر زي ما انتم شايفين مكتوب على الجلدة الحمراء دي RPM، ومكتوب على الاسود نورد، وسهمين عشان بيقولك دي المكان اللي انت بتفتح عشان تملى منه الليكود بتاعك. الـ RPM الكويلز بتاعته هنتكلم عليها دلوقتي، بس دي شكل الكارترج بتاعتك. طبعا كويل النورد اصغر من الكويل بتاع الـ RPM، حتى واضح من القعده بتاعتهم هما الاثنين في فرق في الحجم بتاع الكويلات، وده اللي بيفرق في الكاباسيتي بتاعت كل بود من دول. يعني الـ RPM هتجيلك بالكويل RPM جواها، الكاباسيتي بتاعت الكارتج ده او التانك ده 4.3 ملي، عشان الكويل اللي جوه سمكته اكبر سنه من الكويل بتاع النورد. النورد بتشيل 4.5 ملي مع الكويل اللي موجود جوه ده. ده كده بالنسبة للكارترج بتاعتهم. تعالوا نشوف الكويلات بتاعت كل واحد فيهم والفروقات اللي بين الكويلز ومقاومة كل كويل اخباره ايه. دول الكويلين اهم قدامكم، واحد مكتوب عليه RPM mesh، وواضح ان فتحات الليكويد شانل بتاعته اوسع من الكويل بتاع النورد الريجولر. وهنا ال RPM mesh انا جربته واداؤه اكتر من رائع، وهنتكلم عليه برضو مع بعض بالتفصيل. لو لفيت الكويل الناحية التانية هتلاقي مكتوب عندك سموك والمقاومة بتاعته 0.4، والبيست عشان تشرب عليه 25 واط، وده اللي هو بتاع الـ RPM كويل ومتعلم بان لونه احمر وحجمه اكبر. الكويل النورد لو لفيته الناحية التانية هتلاقي مكتوب عليه دي سي اللي هي الدايركت كويل، اللي هو الدايركت لانج كويل 0.6 بتاع النورد، وبتعرفه بان هو ارفع سنة من الكويل بتاع الـ RPM، والجلد بتاعته هنا لونها ابيض. وده الفرق كده ما بين القطرين بتوع الكويل، ده بتاع النورد وده بتاع الـ RPM. طبعا واضح الفرق ما بينهم، وواضح ليه ان الكاباسيتي بتاعت الكارترج بتاعت الـ RPM بتاخد 4.3 ملي وده بياخد 4.5 ملي، عشان فرق الدايميتر بتاع الكويلات نفسها. ده كده بالنسبة للكويلز بتاعت الكيت. نيجي بقى للديفايس نفسه او للبود مود بتاعتك نفسها، هتلاقي مكتوب كلمة سموك على الواجهة الرئيسية بتاعتها. عندك زرار الفاير كليكي وجميل، عندك زرار البلس والماينس، وعندك طبعا الجنب ده فيه زي شكل كده جمالي معمول في اللي هم نازلين زي الستاب كده. طبعا هي الوي زنك وخفيفه جدا، مش عايز
عايز اقول لكم يعني الحجم بتاعها ده خفيف قوي ازاي. وزنها بالكارتريج بتاعها بيعمل حوالي 100 جرام، 99 جرام بالظبط، فطبعا وزنها خفيف جدا. على الظهر بتاعها هتلاقي الار بي ام 40 مكتوبه فوق، وهتلاقي هنا ديزاين باي سموك تحت، دي الواجهه اللي من فوق، دول الاثنين بنات بتوعك اللي بيلمسوا في الكارتريج بتاعتك، ودي مداخل الاير فلو بتاعت البوت بتاعك. من تحت هتلاقي عندك فتحه اليو اس بي بتاعتك، هي مايكرو مش تايب سي، هتلاقي مكتوب تحتيها اي كيو ار تشيب، يعني دي بتحتوي على الاي كيو ار تشيب الجديده بتاعت سموك اللي هنتكلم عليها لما نطلع للفيس تايم. تعالوا دلوقتي نفتح المنيو بتاعتها ونتفرج على الشاشه بتاعتها والاوبشنز اللي موجوده فيها. بتفتح زيها زي اي مود، خمس دوسات هتفتح، 1 2 3 4 5، هتلاقي كتبت لك سموك والفيرجن وكتبت ذا ريل بود مود، واشتغلت الشاشه سريعه جدا في ان هي بتشتغل معاك على طول. الشاشه بتاعتها تقريبا 1 انش 0.96 بالظبط انش، مكتوب اللوجو بتاع سموك اول حاجه فوق، البطاريه بتاعتك فيها قد ايه، الوات بتاعك 30 وات، وعندك السكندز بتاعت الباف ديوريشن بتاعتك قد ايه، عندك حرف الار يعني الريزيستنت وادي علامه المقاومه، الفي اللي هي الفولت قد ايه فولت خارج ادي الفي، والباف كاونتر بتاعك، وعندك علامه البالت بتاعت الالوان عشان لو حبيت تغير الوان الشاشه لان هي فيها الاوبشن ده. بنتعامل ازاي مع المنيو بتاعتها؟ لو دوسنا 3 دوسات على زرار الفاير 1 2 3 بتعمل باور لوك، فانت كده هي لوكد مش هتقدر تدوس على الفاير ولا هتقدر تغير في الوات بتاعك، فدي بتبقى مفيده عشان لو هتشيلها في جيبك او هتتشال في شنطه او في حاجه، لان زرار زي ما انت شايف هو بارز وممكن يتداس، هو كليكي وتقيل شويه بس ممكن وارد انه يتداس وهي في الجيب او حاجه زي كده. طيب بنفكه تاني ازاي؟ برضو 3 دوسات بتفتح 1 2 3 فتحت. عندك زرار الاب والداون، لو دوست على الاب هيطلع معاك زي ما قلنا هي اسمها ار بي ام 40 كيت عشان هي 40 واط وما بترجعش تلف تاني، لو رجعت بترجع تاني. طبعا هي سريعه جدا ان هي تطلع من 1 اوم لحد ال 40، ما بتاخدش وقت. لو دوسنا على الزرارين بقى بتوع البلس والماينس دول مع بعض، انت قفلت الواتج، يعني هي كده مش هتتحكم تاني في البلس والماينس اتقفلوا، لكن الفاير هيكون شغال معاك، هي بتقول انه اوتومايزر عشان احنا مش حاطين لسه الكارتريج. طيب لو عايز تفتحها تاني بتدوس على البلس والماينس تاني مع بعض بيبقى انلوكد، اتفتحوا مع بعض. في بقى اوبشن تاني اللي هو لو دوسنا على زرار الفاير وعلى البلس مع بعض بيغير اللون بتاع الباليت، شايف بقت موف، اخضر، ابيض، احمر، اصفر، ازرق تاني. ده بالنسبه للفاير والبلس. طيب الفاير والماينس مع بعض بيعملوا ايه؟ ريسيت للباف كاونتر، باف كلير بقى زيرو. ودي كده كل الاوبشنز اللي انت محتاج تعرفها عن التعامل مع الار بي ام 40 كيت من سموك. تعالوا بقى نشوف الكارتج بنملاها، هنملى الاثنين مع بعض وهنركبهم ونطلع نتكلم على ادائها مع بعض ونشوف ايه التحفه الفنيه اللي قدمتها لنا سموك وايه المقصود بريال بود مود. ادي الكارتريج بتاعها اهو زي ما انت شايفه كده، وطبعا لون الجلده دي احمر وده لون الرابرز بتاعته حمراء، فهو ده الكويل الار بي ام بتاع الكارتريج او الكونتينر الار بي ام. من تحت هنا هو ملوش غير مكان واحد يركب منه، الحتتين المشطوفتين دول اللي في الكويل نفسه لازم يدخلوا هنا برضو في الحتتين المشطوفتين دول، هتدخل الكويل وهتقفل. هي دي طريقه تغيير الكويل، انك انت بتشيله من هنا وبتركبه تاني بنفس الطريقه دي. عايزين بقى نفتح عشان نملى، طبعا قمه التعب عشان ما عرفوش يزودوا حته جلده هنا عشان نعرف نفتح بيها للناس اللي زي حالاتي، فهضطر افتحها بالطول دي. وزي ما انتم شايفين الفتحه واسعه جدا ان انت تقدر تملى بيها بمنتهى الاريحيه اي ليكويد باي نوزل او باي دروبر. ادي الليكويد اهو بيتملي، طبعا في اخر حته حاول انك انت تميلها لقدام بحيث ان هي تتملي معاك على قد ما تقدر عشان تاخد ال 4.3 مللي بتوعها، تقفل وتتاكد ان هي ركبت تمام كده. الكويل بتاعك هتسيبه شويه، طبعا هو انا مجربه فهشرب عليه على طول ما عنديش فيه مشكله. بالنسبه للتركيب بقى، بص لما هتيجي تحاول تركبه لو ركبته بطريقه غلط مش هينزل معاك، دايما حاول ان الماوث تيب بتاعتك تبقى بالمنظر ده كده مع زرار الفاير، لكن هتجيبها بالعرض كده مش هينفع. لو ما هتعمل كده او الناحيه الثانيه كده هتركب معاك مفيش مشكله. واول ما بتركب بتقول لك ايه؟ بوت اكتيفيتد، ولما تيجي تشيله بوت دي اكتيفيتد، يعني بتحس بالبوت وبتقول لك عليه، تدوس ادي شغال اهو. بس كده، ده كل حاجه بخصوص الار بي ام تحفه سموك الجديده. تعالوا بقى نطلع نتكلم عليها ونشوف ادائها مع بعض وضربتها على الوطات المختلفه اللي فيها ونفهم مع بعض يعني ايه ذا ريال بود مود.
ايه رأيكم؟ اتفرجتوا عليها وشفتوا جمالها عاملة ازاي؟ بجد تحفة فنية قدمتها لنا سموك السنة دي مع الـ RPM 40 كيت. انت النهاردة بقيت ماسك مود صغير في ايدك بحجم البود، وهو ده المقصود من The Real Pod Mod. هو شافوا الناس طبعا ابتدت تتجه للبود سيستم، وابتدوا يمسكوا البود سيستم عشان اسهل وعشان التعامل معاه بمنتهى البساطة ومش محتاج تعقيدات. فقال لك ايه، احنا هنبدأ نتجه بصناعة الفيب لان احنا ندي الناس كومباكت ديفايسز زي المود بالظبط عشان يبدأ يجيب الشريحة بتاعت المودات لان هم يمسكوا البوت سيستم. طيب هتقولي طب ما هي شبه حاجات كتيرة موجودة، ليه ما قلناش عليها ان هي اول ان وان؟ ما هي فيها كويلات بتتغير ومعاها كارتريج ومعاها مش عارف ايه. طب ليه ما عملناهاش مثلا معاملة البريز او معاملة النورد العادية اللي كويلاتها موجودة هنا؟ ما هي النورد دي انت قلت لنا قبل كده ان هي اول ان وان ديفايس. انا معاك ما دام مش بنغير الكارتريج كله بيترمي وبيركب واحد غيره يبقى ده اول ان وان ديفايس، لكن هنا احنا نفس حالة بس احنا عندنا جهاز مختلف. بمعنى ايه؟ انت النهاردة في الحاجات التانية دي اخرك هتتغير ما بين 3 فولتات على حسب انت محتاجها تكون على 4.2 ولا 3.8 ولا 3.6 او 3.2 تقريبا، ده اخرك اللي بتقدر تعمله لو هي مدياك الامكانية انك انت تغير الوات كده، وفي حاجات انت مجبر على اللي خارج لك منها زي ما هو. انت هنا عندك variable wattage، يعني ايه؟ يعني انت بتقدر تتحكم في الوات بتاعك زي المود العادي، بتقدر تحركه من 1 واط لحد 40 واط. عارف يعني ايه جهاز زي ده 40 واط؟ يعني عمرنا ما شفنا جهاز زي ده 40 واط. زمان لما كان بينزل جهاز فيه ال 40 واط ده كانت احجامه حاجات تانية واشكال تانية وبوكسات محتاجه لسه تانك وبطاريات. هنا انت واخد كل المود بتاعتك في جهاز صغير. زي ما شفتوا في الانبوكسنج الفانكشن بتاع الزراير بتاعتها كانك بتتعامل مع مود. كل الاوبشنز والحاجات اللي موجوده فيها دي حتى الديتيلز والانفورميشنز اللي هي مديها لك على الشاشه كل ده حاجات مود مش حاجات بود، لكن هو جمع لك الاثنين ببعض، اداك المود مع الكارتريج او مع طريقه البود بشكل ما فسمهولك ذا ريال بود مود. ودي حقيقه ان انت بتستعمل مود مش بتستعمل بود، بس هو بود في حجمه وفي شكله وفي ماسكته. تعالوا ناخد باف، انا مركب فيه الار بي ام كويل وشغال على 25 واط. تعالوا نشوف الباف بتاعه واداؤه عامل ازاي. ده كده على 25 واط. ما تقنعنيش ان في بود بدي الاداء ده ولا بالقوه دي ولا بالسرعه دي. بمناسبه السرعه، الاي كيو ار تشيب اللي موجوده من احد مميزاتها ان هي سرعه التايمنج بتاع الفاير بتاعها 0.001 سكند. فانت مجرد ما بتدوس بتشتغل على طول، مفيش ديلي خالص، انت مجرد ما بتدوس هي بتفاير على طول. دي من احد مميزات تشيب دي، زائد ان هي فيها فاست تشارجنج، بطاريتها قلنا 1500 ملي امبير. يعني مع الاداء ده مع الكويلات دي ممكن مع شرب كتير مش هتكفيك يومك، هتقدر تشحنها بمنتهى السهوله لان هي فيها فاست تشارجنج، فالبطاريه بتتشحن بسرعه جدا. غير ان انت ممكن طبعا تستعملها وهي بتشحن، ده طبيعي، بس ما بنرجحوش، خليها تشحن، هي هتشحن بسرعه جدا وهترجع تستخدمها تاني بسرعه جدا. تعالوا دلوقتي نتكلم على الفرق في الاداء ما بين الكويل الار بي ام اللي راكب جواها حاليا كارترج النورد انا حطيت فيه الليكويد وزمانه شرب وشبع. تعالوا دلوقتي نجرب الاداء ما بينهم او الفروقات ما بينهم. اول حاجه انا حسيتها في الفروقات ما بين ده وما بين ده ان انت عندك الكويل النورد او الكارترج النورد الهواء فيه بيبقى ريستريكتد شويه عن الار بي ام، ومع الاداء ده ومع القوه دي انا بشايف او بفضل بالنسبه لي كاستخدام بين الاثنين انا برجح الكويلات بتاعت الار بي ام المش كويل 0.4 اقوى بكتير في ادائها من ده. لكن الفليفرز الاثنين فليفرز حلوه جدا، بس الاداء نفسه او الدرو نفسها او السحبه نفسها انا مستمتع بيها اكتر مع الار بي ام. ناخد باف من الار بي ام ونركب الكارترج النورد وناخد باف من هنا برضو. ده الار بي ام الاحمر، نركب النورد الاسود بود اكتيفيتد. تقريبا مفيش فرق كبير ما بين الفيب برودكشن ما بين هنا وما بين هنا، الاثنين فيهم نفس الليكود، الاثنين فيهم ليكود 70-30 3 مللي جرام، النيكوتين بتاعهم محسوس وجميل. بس زي ما قلت لكم بالنسبه لي انا كاحمد او كمادنز او كيوزر زي زيك انا فضلت الار بي ام، الاثنين ادائهم حلو، ودي ميزه ان انت تقدر تستخدم الكويلات بتاعت النورد، ان انت لو ما لقيتش كويلات الار بي ام هيبقى عندك بديل هنا. ده غير ان هو المفروض فيه
هيد تانية او كارتج تانية هتبقى ار بي اي، يعني هتبقى ريبيلدبل، هتقدر انت تريبيلد الكويل بتاعك عليها، بس دي بتشتريها لوحدها ما بتجيش مع الكيت، وقريب هتتوفر في السوق المصري. نركب تاني بتاع الار بي ام. تشين فيب، مفيش اي دراي هيت، تلات تنفاذ طوال جدا، مفيش دراي هيت، الكويل بيسبورت معاك، مفيش حاجه اسمها حتى ان الفليفر ابتدى يروح منك. التشين فيب لما جربتها مع النورد، النورد نفسين، وفي الاول التالت كان بيبتدي خلاص بيشحر مني، مش قادر يسبورت السحب السريع بتاعي مع الهواء اللي داخل معاه. فبالنسبه لي الار بي ام توب اوف ذا توب. الاداء اللي انتوا شايفينه ده كله انا لسه على 25، ما تيجوا نعلى كده ال 35 ونشوف الاداء هيبقى عامل ازاي. كده على 35، فليفر اقوى، اداء اقوى، في برودكشن اعلى، بجد تحفه فنيه، بشكر سموك عليها. لو هنقارنها في الاحجام فهي مثلا دي النورد اهي، هي جنب النورد كده، فيعتبروا الاتنين في طول قريب من بعض، هي اطول حاجه بسيطه واسمك حاجه بسيطه من النورد، لكن طبعا مفيش وجه مقارنه في الاداء خالص صراحه. ار بي ام بجد انت بتستعمل مود مش بوت تماما، يعني هم خدوا المسميات فقط، لكن الاداء هو اداء مود، اداء تانك، اداء كويلات قويه مستحمله التشين فيب، مستحمله الضغط عليها. بجد شابو لسموك على التحفه دي. طيب بالنسبه للعيوب، اول حاجه انت ما عندكش مكان تعرف تشوف منه الليكويد اللي جوه، فانت وانت بتشرب هتلاقي دراي هيت خدته وش، مش هينفع فيها كلام، الا لو انت بقى كل شويه هتفتح وتبص كده وما تسيبوش ينزل وتملى كل شويه، لكن لو انت واحد زي نسيت وفضلت تشرب، ده كان اول حاجه حصلت لي معاها مع تجربتها، وكانت اول كومنت كتبته عندي في العيوب ان انا مش شايف الكونتينر اللي جوه فيه قد ايه، من ناحيه الفتحات اللي في الجناب دي الصغيره بس مش باين منها حاجه. تاني عيب الزرارين بتوع البلس والماينس لازقين قوي في بعض يعني، وصغننين، لو كانوا ابعد شويه من كده او اكبر حاجه بسيطه كان هيبقى الاستخدام بتاعهم اسهل من كده بكتير. من احد العيوب اللي موجوده فيها ان مفيش اير فلو كنترولر موجود في الكارتريج، يعني لو كانوا فيها اير فلو كنترولر كان الموضوع بقى اختلف تماما وبقى في اتجاه تاني خالص. بالنسبه لاخر عيب هو الجلده اللي بنفتح منها عشان نملى الليكويد، للناس اللي ضوافرها قصيره هتحتاج تستخدم اي حاجه عشان تعرف تفتح بيها الشفه الصغيره وتملى بيها الليكويد. ده كده بالنسبه للعيوب بتوعها الاساسيين بالنسبه لي، غير كده انا شايفها في منتهى الجمال، هي بس لو يعملوها ام تي ال، لان دي دي ال صريح ما فيهاش كلام، يا اما هتشرب دي ال على الار بي ام صريح 100%، يا هتشرب ريستريكتد دي ال على الكويلات بتاعت النورد 0.6، مش هينفع معاها طبعا سولت نيكوتين تحت اي بند من البنود، لان دي تانك دي ال مش ام تي ال تماما، ولا حتى بوت سيستم، هو فقط المسمى ان هي بود على اساس زي ما قلت لكم ان هي بتستخدم الكارترج الخارجي ده، وحته ان احنا بنغير كويلات فدي اول ان وان، هنا اداك مود كامل بتحكماته كلها فبقت مود بود، هو ده كل المسمى، لكن هي ما تعتبرش بالنسبه لي بود، فالناس تفتكر بود فتستخدم معاه سولت، لا دي مود مش بود، فعشان كده الناس تاخد بالها من الحته دي، انت بتستعمل مود، بصوا الضربه مش ضربه بود ابدا. بنصح بيها اي حد عايز جهاز صغير مود مش بود وباداء قوي يستعملها، بطاريتها 1500 ملي امبير، بتقعد وقت طويل جدا وبتتشحن بسرعه جدا، في اقل من نص ساعه بتكون البطاريه فول معاك. الفليفر اللي خارج منها في منتهى الجمال رائع، بجد ابدعت شركه سموك في اللي قدمته لنا مع الار بي ام 40. وده كده كل حاجه بالنسبه لها، بمميزاتها بعيوبها بتفاصيلها بكل حاجه عنها. طيب المود دي بقى مقدمه من مين؟ المود دي زي ما شفتوا اول ما نزلت عند باندا فيب ستور في وندرلاند، بحييهم وبشكرهم على ان هم جابوا منتج زي ده. حاجة تانية حابب اقولها لكم، ان يوم الخميس اللي جاي الموافق 17 اكتوبر انا هكون موجود في باندا فيب من الساعة 6 مساء للساعة 12 صباحا، هكون واحد فرد من افراد باندا فيب، واقف معاهم وبشتغل معاهم وبعمل بلدات للناس وبتناقش معاهم، فاللي حابب يشرفني يجي على هناك، وفي سحب هيتعمل هناك، وفي هاردوير، وفي جيف اويز كتيرة، وفي خصومات معمولة على لاينات مادنس هناك، اتمنى اشوف الناس كلها موجودة وتشرفني، هيبقى يوم جميل جدا. بس
تحسوه في نهاية الفيديو. حابب اشكر كل الناس اللي بتدعمني، شكرا ليكم على دعمكم وعلى وقتكم وعلى مشاهدتكم. كان معاكم في هذا الريفيو مادنس، ودايما خليكم فاكرين ان السجاير هلاكتنا وجي وقت صحتنا. سي